يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسب إلى فضيلتكم بعض الحضور للدروس وهم من المبتدئين، أنكم تقولون بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند سائقها الأجنبي ولا تتعدى ذلك لأنه في حكم ملك اليمين، وقد نفيت ذلك عنكم، ولكن أريد أن أسمع هذا النفي من فضيلتكم. الكذب موجود، الكذب موجود، كذبوا على غيري، كذبوا على الشيخ بن باز وعلى الشيخ بن عثيمين وعلى كثير من هذا. والله ما قلت هذا الكلام، والله ما قلت هذا الكلام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.